انت مجنون انت ولا انت رايح مني فين برضه؟ مفيش غير البيت ده هنا في المنطقه، وحياة امي ما هسيبك. اه معلش، انت مجنون انت ولا ايه؟ افهمك كل حاجه. بص، ما كانش في حل غير نعمل كده. خبيني بسرعه بعدين افهمك كل حاجه. خبيني، استخبى فين؟ خش 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 جوه. طيب استر يا رب. هي فين؟ طلعها لي. مين ده؟ مفيش حد هنا يا ابني. مين ده؟ ما تعملش نفسك عبيط، مفيش خرب البيت ده في المنطقه كده. هي دخلت هنا. بقول لك ايه، انت باين عليك شارب ولا ايه؟ يلا قول يا من هنا. يلا يا عم شارب ايه؟ بقول لك طلعها يلا بدل ما توصل بالشرطه. مش هسيبها برضه، وهستنى 5 دقايق كمان. انت شكرا والله، كتر خيرك، الف شكر. شكرا على ايه بس؟ مش هشكرك على ايه بس؟ انت شكلك شمال ولا يا بنت؟ انت يا بنت لا، اوعى تفهمني غلط، اقسم بالله انا مش شمال ولا اي حاجه خالص. ما هو بيجري وراكي ليه؟ انا ما كانش في حل قدامي ان انا اعمل كده. والله انا اسيبك لو قدامي حل. يا رجع تاني ولا ايه؟ ايوه اكيد مش هو. اسمك يا هي فين؟ تعالى. بتضحك عليا؟ تعالى يا بنت اطلعي يلا، ارجع ورا. يلا قدامي. الحقني الحقني. وفي ايه؟ مين دول؟ يلا بسرعه وريني اللي طلعت بيه. امسك المبلغ ده كله. اوبا، مصنع حلو في الجول جدا. يلا بقى بسرعه نختفي من المنطقه دي. تعال بقى نشوف اللي بعده. يا ولاد الكلب، كانوا عاملين عليا اللعبه. شاع عمري يا ولاد الكلب، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايوه ايوه ايوه. هي فين؟ هي فين؟ يا عم انت مين يا عم؟ انا شايفه يا نخبه البيت هنا. لك ايه؟ يلا ادمن هنا اهو. يا عم طلعها. يلا طلعك الشرطه. مش هسيبكم انتوا الاثنين تبعات. ايه يا عم الفيلم الهندي اللي انا فيه ده؟ بقول لك ايه يا بيه؟ انا مش مرتاح لك. ويعني ايه تضربيني اصلا بالبوكس ده؟ والله ما اعرفش، ما كانش في حل غير ان انا اعمل كده واحد ربنا. هو هو عمل ايه؟ انا شفته دلوقتي انت فاهم قصدك؟ وانت كده جاي اصلا منه وفي الاخر يطلع اخوك ابن عمك. تعالى يا بنت انت خش. حرام عليك. ماليش دعوه، اشرف مكانك. انا ماليش دعوه بيكم اصلا. يلا يا بنت. يلا اثبت. يا مالي يا عم؟ يلا بسرعة. يا ولاد الكلب، يعني هي دخلت قلبتني؟ وريني بقى المصلحة اللي طلعت بيها. اهي بص، هما دول اللي لقيتهم. شيماء، في حاجة تانية أنت مخبيها؟ والله العظيم معايا. انت مين؟ استنى بس، استنى استنى. هو انت نسيتني ولا ايه؟ طب بص، طب بص يا احمد. لا انت اقعد يا احمد، اقعد يا احمد. خلاص اقعد. طب طب خلاص اقعد اقول لك. طب بص، طب انت عايز ايه؟ طيب احنا هنعمل ايه؟ طب انت حد خلاص انت اهو، خلاص انت بقى خدت حد. اخلص يا مش انتوا اللي بتسرقوا الناس يا ولاد الكلب؟ طب بص يا مريم، اقعد 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 وخلاص. اللي ميتنا ولا مين يا ما انت بيبلغ عننا؟ اقعد يا استاذ. طب خلاص خلاص.